الله 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 لا إله إلا اسمه الإمام الأوزاعي. سبحان الله، حصة إخواننا في لبنان، لكنه شامي دمشقي، لكن كتب له أن يموت في تلك البلاد. اسمه عبد الرحمن ابن عمرو ابن يحمد الأوزاعي، اسمه إمام أهل الشام، كان ينادى بأبي عمرو، كان يسكن في دمشق في منطقة اسمها الأوزاع، ولد سنة 88. قال هذا الرجل له منزلة، كان من أهل العلم ومن أهل المعرفة، سافر في طلب العلم. قال كان مفتيا وهو ابن 25. قال أجاب الأوزاعي في 70,000 مسألة أو نحوها، رضي الله عنه وأرضاه. كانت عقيدته حب الله وحب نبيه وحب أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال لتلميذه اسمه بقية: يا بقية لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك إلا بخير، يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام الأوزاعي كان مميز. قال كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم يجلس مع قرنائه يتذاكرون في الفقه. يقول الوليد بن مسلم: ما رأيت أحدا أشد اجتهادا من الأوزاعي في العبادة. قال دخلت امرأة على امرأة الأوزاعي فرأت الحصير الذي يصلي عليه مبلولا، فقالت لها: لعل الصبي بال هنا. فقالت: لا، هذا من أثر دموع الشيخ في سجوده، وهكذا يصبح كل يوم. قال كان إذا أتاه الصبي يقول: يا غلام قرأت القرآن؟ فإن قال نعم قال: اقرأ يوصيكم الله في أولادكم. فإن قال لا قال: اذهب تعلمي القرآن قبل أن تطلب العلم. قال ذكر الأوزاعي الخردل، وكان يحب أن يتداوى به. فقال رجل من أهل صفورية، بلد في الأردن: أنا أبعث إليك منه يا أبا عمرو، فإنه ينبت عندنا. قال فبعث إليه منه بصرة، وبعث بمسائل. قال فبعث الأوزاعي بالخردل إلى السوق فباعه، وأخذ ثمنه فلوسا فصرها في رقعة الرجل، وأجابه على المسائل وأرسل بها إليه، وكتب إليه الأوزاعي: إنه لم يحملني على ما صنعت شيئا تكرهه، ولكن كانت معه مسائل فخفت أن يكون كهيئة الثمن لها. رحمة الله عليه، غادر الدنيا وهو ابن 68 سنة. أنا في غنى الله.